مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العناوين. نور الدين الطابوب يتسلم رسميا مهمة الأمانة العامة الاتحاد العام التونسي للشغل وموكب لتكريم حسين العباسي. مرور 3 سنوات على ميلاد دستور الجمهورية الثانية وسط تجاذبات سياسية تعيق تفعيل بعض نصوصه. روسيا تعلن تأجيل موعد مباحثات السلام بشأن سوريا في جنيف، والمعارضة السورية تبحث في موسكو مشاركتها فيها. أهلا بكم. في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل تسلم منذ قليل نور الدين الطابوبي رسميا الأمانة العامة للمنظمة خلفا للأمين العام السابق حسين العباسي الذي تم تكريمه، يأتي ذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر 23 للمنظمة الشغيلة والتي أفرزت فوز قائمة الوحدة الوطنية برئاسة نور الدين الطابوبي. باحت صناديق الاقتراع بأسرارها في نهاية المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل بفوز قائمة الوحدة النقابية برئاسة نور الدين الطابوبي بكامل مقاعد المكتب التنفيذي للاتحاد بفارق كبير عن القائمة المنافسة والتي يترأسها النقابي قاسم عفية، قيادة نقابية بأسماء جديدة قديمة كما وصفها حسين العباس الأمين العام السابق للاتحاد، والذي أكد أن نتائج المؤتمر لا تعني الانقسام بين المترشحين. المؤتمر أفرز قيادة نقابية في تنافس شريف الاتحاد، نختلف ولكنكم شفتوهم كل يفوز كل ما يفوزش، الكلهم اليد في اليد، لأنه شعار الاتحاد هو اليد في اليد، ما عندناش تفرقة بيننا. هذا وتم توزيع المسؤوليات في المكتب التنفيذي الوطني ليتقلد نور الدين الطابوبي الأمانة العامة، فيما منح أبو علي المباركي خطة الأمين العام المساعد مسؤول عن المالية والإدارة، أما سامي الطاهري فمنح خطة الأمين العام المساعد مسؤول عن الإعلام والنشر، وحفيظ حفيظ الأمين العام المساعد مسؤول عن التشريع والنزاعات. منعم عميرة أمين عام مساعد مسؤول عن الوظيفة العمومية، محمد علي البغديري أمين عام مساعد مسؤول عن القطاع الخاص، صلاح الدين السالمي أمين عام مساعد مسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسة الاتحاد، سمير الشفي أمين عام مساعد مسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات، كمال سعد أمين عام مساعد مسؤول عن النظام الداخلي، أنور بوغدور أمين عام مساعد مكلف بالدراسات والتوثيق، عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد مسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، محمد المسلمي أمين عام مساعد مسؤول عن التكوين والتثقيف العمالي. كما سجلت المرأة النقابية ولأول مرة في تاريخ المنظمة النقابية صعودها ضمن تركيبة المكتب التنفيذي للاتحاد لتكون نعيمة الهمامي أمينة عامة مساعدة مسؤولة عن العلاقات العربية والخارجية والهجرة. أفتخر بهذا الحدث لأنه دعما للمرأة داخل العمل النقابي ودعما للمساواة بين النقابية والنقابي في منظمتنا. هذه المناضلة النقابية أسندت لها مهمة العلاقات العربية والدولية، لأننا ننظر للمرأة ككفاءة وكقيمة ثابتة وكقدرة، وهي شريك لأخيها الرجل في النضال وفي تحمل المسؤولية. قيادة نقابية جديدة يعلم أغلب أعضائها لا سيما وأن أغلبهم من المكتب التنفيذي المتخلي حجم المسؤوليات التي تنتظرهم، ويجعل من المهام الجديدة والمتواصلة حسب المتابعين للشأن النقابي أقل وطأة من مخرجات مؤتمر طبرقة. في مثل هذا اليوم من سنة 14 و2000 ولد دستور الجمهورية الثانية، وبقيت لحظة المصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي من اللحظات التاريخية التي سيخلدها التاريخ. اليوم وبعد 3 سنوات تختلف القراءات بشأن تطبيق أحكام هذا الدستور. من 3 سنوات شهدت ليلة 26 من جانفي التي وصلت الليلة بالنهار في رحاب المجلس الوطني التأسيسي لحظات فارقة في تاريخ تونس ما بعد الثورة، فارقة باعتبارها خطت صفحة جديدة في تاريخ شعب أطاح بنظام حكم ديكتاتوري ليمضي في خيار مجلس تأسيسي يصيغ أحكام دستور جديد يعوض دستور 59 و900 و1000. يومها يوم 27 من جانفي 14 و2000
صوت نواب المجلس الوطني التأسيسي على أحكام دستور الجمهورية الثانية لتطوي بمقتضاه الطبقة السياسية صراعاتها واختلافاتها وتنقلها إلى هامش الأحداث بعدما كانت في صدارة اهتماماتها، ويحل محلها التوافق حول وثيقة الدستور الذي كان نتاج أكثر من سنتين من الشد والجذب بين طبقة سياسية بمختلف مشاربها. الدستور الذي زعزعت مدة صياغته الثقة العامة في المؤسسة الدستورية التي تعهدت بصياغته في سنة واحدة حظي بالترحيب في الداخل والخارج وأشادت به الأوساط السياسية والشعبية، حيث قطع هذا الدستور مع منظومة الاستبداد وأرسى منظومة الحقوق والحريات ورسخ النظام الجمهوري التشاركي وحافظ على مدنية الدولة وفصل بين السلطات ونص على سيادة الشعب. ثلاث سنوات بعد ميلاد دستور الجمهورية الثانية يرى بعض خبراء القانون الدستوري أن النص ارتطم بمشهد سياسي قائم على تجاذبات حزبية أعاقت تفعيل بعض نصوصه على أرض الواقع، وطفت من جديد خلافات بشأن الاحتفاء بالدستور من عدمه بعد قرار مكتب مجلس نواب الشعب عدم تنظيم احتفالية للاحتفاء بالمنجز. بعض الأحزاب استنكرت هذا القرار واعتبرته تقزيما للدستور، وأحزاب أخرى ترى أن الاحتفالية لا تليق بتأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والحراك الذي تشهده بعض الجهات. وبين الانتقادات لهذا الدستور ولحظات ميلاده الفارقة مساحة زمنية قصيرة نسبيا لا يمكن رغم هناتها أن تحجب ولادة ديمقراطية ناشئة وصفت بالنموذج في المنطقة. وفي سيدي بوزيد نظم الحراك الاجتماعي بمعتمدية المكناس مسيرة تأتي على خلفية مرور 28 يوما على الاحتجاجات التي نفذها أهالي المكناس للمطالبة بالتنمية والتشغيل بالجهة. وقد حضر هذه التظاهرة عدد من الإعلاميين والحقوقيين والفنانين ونشطاء المجتمع المدني قصد مساندة أهالي الجهة، إلى جانب مشاركة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يبحث حقيقة الواقع التنموي بالمكناس ومطالب أبناء الجهة التي تتمثل أساسا في تشغيل عدد من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطلتهم وفتح مشروع منجم الفوسفات وتسوية الوضعية الهشة لعمالة الحظائر وتحسين الظروف الاجتماعية والخدماتية بمعتمدية المكناسية. خصصت هيئة الحقيقة والكرامة جلسة الاستماع العلنية السادسة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنعقدة مساء أمس لأحداث الخميس الأسود، وذلك تزامنا مع الذكرى 39 لهذه الأحداث الأليمة. في الجلسة العلنية السادسة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان استمعت هيئة الحقيقة والكرامة لثلاث شهادات تعرضوا للتعذيب والمحاكمة غير العادلة، وشهادة لحالة تعذيب وإيقاف تعسفي، وشهادتين تعرضتا للتعذيب المؤدي للموت. ست شهادات لضحايا الانتهاكات التي مارسها النظام البرجيبي إثر أحداث ما يعرف في التاريخ النقبي بالخميس الأسود. يعني هذا حدث في تونس، حدث هام نجت عنه معناتها العديد من الضحايا بين جرحى وبين قتلى. احنا اليوم باش نكتشفوه باش نسمعوه باصوات الناس اللي صنعوه واللي عاشوا فيه واللي تألموا منه. بابا الحاجه اللي كانت فيه كان يحب يمارس النشاط النقابي نتاعو. اعتبروها معركه ما هياش حد احداث، لان 26 جانفي تهيئ للنظام، إذا ما نقولش عام ونقول ثلاث سنين ومهيل 26 جانفي، ولذا أصبحت معركة بين قوة الخير وقوة الشر وقوة الظلم والاستغلال من طرف النظام البرجيبي ومن معه. تدخل هزيديك عطفو دم تدخل من الباب، شهادات عُلِضت في الذكرى 39 لأحداث الخميس الأسود بادرة حظيت بمتابعة العديد من السياسيين والنقابيين وممثلين عن المجتمع المدني من تونس وخارجها. هذا الموضوع يشكل لحظة مفصلية في تاريخ تونس، أتمنى أن تجيب الهيئة عن أسئلة مركزية وجوهرية من قبيل ماذا جرى في تونس بالضبط خلال هذه الفترة التي حددت الهيئة، وكيف وقع ذلك ولماذا وقع، وما هي الضمانات والإجراءات والتدابير للحيلولة دون تكرار ما وقع في تونس. لابد من رجوع لك الفترة التاريخية هذيك باش نفهموها. كما قلت صار فيها هي راية يسموها الخميس الأسود ويسموها كذلك مجزرة
26 جانفي 1878 المجزرة هذيك ضروري وأن نرفع اللثام عليها. يوم 26 جانفي 1878 كان يوم مشهود لأنه كانت المعركة الحاسمة من أجل استقلالية الاتحاد وفرض استقلالية الاتحاد، وبطبيعة الحال صاروا برشا تضحيات وحركة عظيمة من التضامن سواء كان داخل البلاد أو خارجها. إن استحضار هذه الذكرى المؤلمة والعلامة الفارقة في تاريخ البلاد يجب أن يدفع الجميع للعمل على أن لا تتكرر مثل تلك المآسي. الاستماع لضحايا انتهاكات الخميس الأسود شهادات تنضم لسجل هيئة الحقيقة والكرامة التي تسلط الضوء في كل جلسة استماع علنية لضحايا انتهاكات حقبة زمنية معينة تتزامن وموعد جلسة الاستماع المنعقدة. أعلن البريد التونسي خلال ندوة وطنية انطلاق تنفيذه للمشروع النموذجي للاتحاد البريدي العالمي، والذي يهدف إلى تيسير إجراءات التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم اندماجها في التجارة الخارجية باعتماد الشبكة البريدية. سعيا لتيسير إجراءات التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتجسيدا للاستراتيجية التي وضعها البريد التونسي بهدف تطوير الخدمات اللوجستية والرقمية والخدمات المالية والبريدية، أعلنت إشارة انطلاق تنفيذ المشروع النموذجي لتسهيل الصادرات عبر الشبكة البريدية التصدير السريع. مشروع تم انضمام ليه في أكتوبر 2016. المشروع ذا يهدف إلى تسهيل عملية تصدير بضائع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، وهذا بانضمام إلى منظومة تم تطويرها عن طريق البريد العالمي، البريد الاتحاد البريد العالمي. والمنظومات هذه اليوم الحمد لله مع البريد التونسي هو كان من أول البلدان، أول هيكل بريدية اللي تقدم المشروع هذايا، وإن شاء الله دخلنا اليوم في مراحل متقدمة باش يتم إنجازه. ومكنت اتفاقية التعاون المبرمة خلال السنة الفارطة بين البريد التونسي ومركز النهوض بالصادرات المؤسسات التونسية المصدرة للمواد الفلاحية والغذائية والصناعات التقليدية من التخفيض بنسبة 50% من تكلفة بضائعها الموجهة للخارج. الضمانة الأولى هو أن نعمل على التسهيلات الجمركية في خروج ودخول السلع، أن يكون عندنا انفراستركتور يعني بنية تحتية للوجستية قادرة على أنها تضمن إيصال البرودوي، إيصال البضائع إلى أهلها وأخذها من أهلها وتصديرها في الوقت المناسب. وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الداعمة لهذا التوجه، تم خلال المؤتمر 26 للاتحاد البريدي العالمي بإسطنبول التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائي مع الاتحاد، تم بموجبها انضمام البريد التونسي للمشروع النموذجي للاتحاد. الهدف الأساسي يتمثل في تكثيف تبادل السلع بين البلدان من خلال الاستيراد والتصدير، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر الشبكات البريدية. ولإنجاح هذا البرنامج يجب أن تتداخل كل الأطراف المعنية بما فيها هيكل الدولة. هذا وعمل البريد التونسي لتدعيم تموقعه كمؤسسة وطنية في خدمة المؤسسات الاقتصادية إلى اعتماد ثلاثة محاور أساسية تشمل تطوير عملية الدفع الإلكتروني وتعصير خدمات البريد السريع وخدمات التجارة الإلكترونية. دوليا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المحادثات بشأن الأزمة السورية في جنيف تأجلت بعد أن كان من المقرر أن تجرى في 8 فبراير المقبل. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من المعارضة الذي عبر عن أمله في تشكيل وفد موحد للمعارضة قبل استئناف مفاوضات جنيف. بين مد وجزر تسير المحادثات السورية بين الحكومة والمعارضة، فبعد محادثات أستانا التي اختلفت حول نتائجها المواقف والتصريحات، يعلن اليوم عن تأجيل محادثات جنيف، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المحادثات بشأن الأزمة السورية في جنيف تأجلت إلى نهاية شهر فبراير القادم بعد أن كان من المقرر إجراؤها في 8 ذاته. وأضاف لافروف في لقاء مع معارضين سوريين أن مباحثات أستانا بين الحكومة والمعارضة المسلحة أثبتت أنه لا حل عسكري للأزمة في سوريا. لافروف أعرب أيضا عن استيائه مما وصفه بمماطلة الأمم المتحدة في إجراء أي جولات من المفاوضات منذ أفريل الماضي،
وفي إشارة إلى مشروع الدستور السوري الجديد الذي طرحته روسيا بعد مباحثة أستانا، أكدت موسكو أنه من الخطأ مقارنة المشروع الروسي للدستور السوري بالدستور الذي أعدته الولايات المتحدة للعراق بعد عام 2003. من جانبهم عبر المشاركون من المعارضة في لقائهم بوزير الخارجية الروسي عن أملهم في تشكيل وفد موحد للمعارضة قبل استئناف مفاوضات جنيف. وفي تطور الموقف تجاه الوضع في سوريا، كان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أعلن أمس أن بلاده قد تعيد النظر في سياستها في سوريا عبر التحالف مع روسيا والقبول ببقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم. وبينما تتكاتف الجهود مستغلة وقف إطلاق النار من أجل حل سياسي للأزمة السورية، تواصل القوات الحكومية حربها ضد تنظيم داعش الإرهابية، حيث تمكنت من دحر هجوم للتنظيم الإرهابي جنوب شرق حلب بعد اشتباكات قطعت لبعض الوقت حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان طريق إمداد يربط المدينة بمناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، كثفت قوات المحتل فجر اليوم اعتداءاتها على الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة 3 شبان بجروح واعتقال عدد آخر، رقم ينضاف إلى قائمة طويلة من الشهداء والجرحى منذ انطلاق انتفاضة القدس في أول أكتوبر من عام 2015. في الوقت الذي تتتالى فيه الدعوات لحث المحتل الإسرائيلي على وقف نشاطه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يكتفي المحتل الذي تحدى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لم يكتفي باغتصاب الأرض من خلال الموافقة على بناء نحو 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بل تعدها إلى تكثيف عمليات الدهم والاعتقال ضد الفلسطينيين. فقد اقتحمت قوات المحتل فجر اليوم مخيم جنين بأكثر من 20 آلية عسكرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عدد من الشبان الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 3 منهم بجروح متفاوتة. كما اقتحمت أيضا بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية واعتقلت 15 شابا فلسطينيا. ومنذ انطلاق انتفاضة القدس في أول أكتوبر من عام 2015 استشهد ما لا يقل عن 278 فلسطينيا على يد قوات الاحتلال، وذلك حسب دراسة إحصائية لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني. وأشار المركز إلى استشهاد 79 طفلا وطفلة أعمارهم لا تتجاوز 18. وضع الأسرى وخاصة المرضى منهم تزداد بدورها سوءا، فقد أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأوضاع الصحية للأسرى القابعين فيما يسمى بمستشفى الرملة أصبحت خطيرة في ظل مماطلة مصلحة سجون الاحتلال في تقديم العلاجات اللازمة لهم. التصعيد الإسرائيلي الذي أصبح على جبهات متعددة أثار مخاوف الساعين إلى المضي قدما في طريق حل الدولتين، ومع الدعم اللامشروط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الإسرائيلية أصبح هذا الحل حسب العديد من المراقبين حلما بعيد المنال. أعلن وزير المالية البريطاني فيليب أموند اليوم أن بلاده ستمتثل لالتزاماتها بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي في حين تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها في العالم. ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت لاحق اليوم مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيا لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لبدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. من خلال تصريح تلفزي أدلى به الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمس، بدأت ملامح السياسة الأمريكية الجديدة تتشكل من خلال عرض إدارة ترامب مشروع قرار تنفيذي للنقاش يبحث كيفية التصدي لتنظيم داعش الإرهابي ولبعض التنظيمات الأخرى التي قد تمثل حسب بعض المتابعين خطرا على الأمن القومي الأمريكي. حرب الإدارة الأمريكية على التنظيمات الإرهابية قد تتغير ملامحها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدخل فصولا مغايرة، ذلك ما تفصح عنه النقاشات المفتوحة في أروقة البيت الأبيض هذه الأيام.
في هذا السياق أكد الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية أمس في مقابلة تلفزية أنه سيكون من الصعب على مواطني بعض البلدان الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى مشروع القرار التنفيذي الذي طرح للنقاش والذي ينص على تعليق برنامج استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما. مشروع القرار يبحث كذلك وقف إصدار تأشيرات للمواطنين القادمين من كل من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 30 يوما على الأقل، في خطوة لتضييق الخناق على تنظيم داعش الإرهابي الذي وصف ترامب عناصره بالجرذان القذرة والمستترة. لدينا الآن شر يبدو في الجوار ولكن بدون زي رسمي. موقفنا هو الأصعب لأن الأشخاص الذين نلاحقهم لا يرتدون زيا عسكريا، إنهم جرذان قذرة ومستترة. مسؤولون أمريكيون مقربون من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدوا كذلك أن نقاشا جاريا في إدارة ترامب حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إعلانه جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأمريكية. وقالت ذات المصادر إن فصيلا يقوده مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية، موضوع تتعامل معه الإدارة الأمريكية بحذر شديد، ما رده حسب بعض المتابعين مخاوف من أن يؤثر هذا التصنيف على العلاقات الأمريكية التركية، خاصة وأن تركيا التي يتولى السلطة فيها حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية باتت اليوم الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في حربها على تنظيم داعش الإرهابي. كما أن جماعة الإخوان المسلمين والقول لمستشار ترامب تطورت بشكل سلمي في بعض الدول، ما يجعل تصنيفها ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية تعسفا عليها. مقترحات تناقش وقرارات ينتظر اتخاذها ستؤكد مع الأيام ملامح الإدارة الأمريكية الجديدة أكثر فأكثر، ومعها ستتوزع أوراق السياسة الدولية من جديد. في أخبار الرياضة وفي كرة القدم، يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة منتخب بوركينا فاسو غدا السبت انطلاقا من الساعة 5 مساء ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة منافستها بالجابون. وسجلت الحصة التدريبية اليوم أمس عودة الحارس أيمن المثلوثي بعد الإصابة التي تعرض لها لتكون كل العناصر متاحة لدى الإطار الفني في لقاء الغد. مثل تحديد رزنامة الموسم الرياضي الجديد واستراتيجية المكتب الجامعي أهم محاور الندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة التونسية للكرة الحديدية. بهدف استقطاب الفئة الناشئة، أعلنت الجامعة التونسية للكرة الحديدية خلال ندوة صحفية عن تنظيمها لدورة تمتد على 6 جولات بين عدد من جهات الجمهورية. كما قدمت الجامعة برنامجها للموسم الرياضي الجديد الذي سيشهد مشاركة المنتخب الوطني بعديد التظاهرات الدولية. إن شاء الله تكون الجولة هذه والتعريف بالرياضة هذه باش نعرفوها للشبان وللآباء والكهول، إن شاء الله الكل يكونوا حاضرين للمشاركة متاعنا في هذه التظاهرة الرياضية. وأيضا عندنا في مختلف الدورات الدولية الرسمية السنة عندنا العديد من الدورات الرسمية. من خلال المشاركات هذه نتاعنا إن شاء الله يدعم حضور التتويجات خاصة رياضة الكرة الحديدية ومزيد من تألقها في مختلف الأصناف، وإن شاء الله ندعموا مكانة تونس على المستوى الرياضي ونشرفوا بلادنا رياضيا، وإن شاء الله ديما تونس بخير. وتم خلال الندوة تقديم المستشارين الذين تكفلوا بدعم جامعة الكرة الحديدية في خطوة تحسب للمكتب الجامعي في ظل العجز المالي ونقص الموارد. بالنسبة لنا احنا سيل ورشة دون السونس و البيتونغ عنده وين هيستوري كبير ياسر، سي لا فيدراسيون لا بلو تيتري سور ليشيل انترناسيونال، سي لا ميور فيدراسيون دو موند دونك 2016 جو كرو بيان. الرياضة اليوم هي تعتمد بنسبة 80-90% على التسويق، والتسويق اليوم مهم جدا، التسويق يلزم يكون مندمج مع المستشارين مع أهل الأعلام في المكتوب والمرئي والافتراضي. وستدور أولى مراحل الدورة الوطنية لجامعة الكرة الحديدية يوم 28 من الشهر الحالي.
في جولة أخبارنا الثقافية، معرض حرفة بيدي، معرض تنظمه جمعية الكرامة للأسرة العربية بالتعاون مع جمعية القيروان لثقافة وحقوق الإنسان بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بجابس. المعرض يهدف إلى دفع قطاع الصناعات التقليدية ويشارك فيه حرفيون من مختلف ولايات الجمهورية. معرض تشارك فيه حرفيات من مختلف ولايات الجمهورية في اختصاصات حرفية عديدة، ويهدف إلى إنعاش قطاع الصناعات التقليدية. نعاونوا الحرفيات باش يسوقوا ويخرجوا المنتوج نتاعهم. أكثر حاجة زادة في المشروع نتاعنا هو اسمه حرفتي في يدي، حد ما يعمل عليا مزية. الغاية من المشروع حتى الحرفيات أنهم يخدموا مع بعضهم والمنتوج نتاعهم يدور في الجهات. هي الاختصاص نتاعي التغليف بجميع انواعه والتزويق على جميع المحاور. حبيت نجدد، علاش لا؟ يعني كل مره يخرج الهام جديد باش نطوروا يعني في الصناعات التقليديه. الاختصاص هذا تطريز على الحايك. الحايك هو كان اصله اللحفه اللي تغطى بها القيروانيه، كما هذا اصل الحايك هو هذا. احنا طورناه، رجعناه لبسه، بدوات، كوفرلي، ديزي شارب، بونشور، وب، جيليات، كل ما هو يتطلب اللبسة العادية نتاع كل يوم واللبسة المناسبة. عدد من الحرفيات تحدثنا عن الصعوبات التي تعترض نشاطهن، واقترحنا حلولا للنهوض بهذا القطاع. يتعرضهم فعلا مشاكل نتاع العرض، مشاكل العرض على خاطر يصنعوا ويتعبوا والكل، واحيانا المنتوج نتاعهم ما يقعش تعريف به، معناها ما يلقاش حظه معناها في الانتشار. البريود نتاع المعارض ماذا بينا لو كان يكونوا بعد شويه باش تكون عندنا الحظوظ اكثر يعني في المشاركات، يعني في التظاهرات هذه. المواد الاوليه غاليه شويه، اما موجوده في ولايه القيروان، لان الحايك اصله من القروان، دونك الحايك نلقاوه متواجد. مي التل اللي نخدموا به توا تفقد على قبل كان موجود اكثر، كان فما شواء اكثر وكان موجود اكثر، توا غلا وما عادش فما شواء، ما عادش تلقى موجود في كل بقعه. معرض حرفتي بيدي تنظمه جمعيه الكرامه للاسره العربيه بالتعاون مع جمعيه القيروان للثقافه وحقوق الانسان. لطالما تغنينا بأشعاره، لطالما تغنينا بالكلمات التي ليست كالكلمات. نتحدث عن أشعار أبو القاسم الشابي التي لا تنسى. تم تقديم مختارات من أشعاره مترجمة إلى اللغة الإسبانية في الطبعة الثانية من كتابه، الكتاب الذي لقي استحسانا كبيرا من النخبة المثقفة سواء التونسية أو الإسبانية، سيدرس في الجامعات الإسبانية. هو ترجمة لمختارات من عيون شعر الشاب تمثلت في 22 قصيدة تمحورت حول الحب والمرأة والحياة وغيرها من المواضيع التي تطرق إليها الشاب في قصائده. حولها رضا مامي للإسبانية، وحارس أن لا يفقد العمل جماليته بانتقاله من لغته الأم إلى الإسبانية. حاولت باش نكون وفي وفاء تام للرسالة ولمضمون القصيدة، يعني لرسالة الشاب. المقياس الثاني هو يلزم القصيدة في لغة الوصول في اللغة الإسبانية تكون قصيدة، بمعنى القصيدة ما تفقدش الروح والنفس الشعري متاعها. أعتقد أن العمل بلغته العربية الأم يكون رائعا أكثر من الترجمة إلى لغة أخرى، ولكن رضا مامي بذل مجهودا جبارا لينقل إلينا صورا شعرية جميلة، وأظنه نجح في ذلك. إدراج شعر الشابي ضمن برامج تدريس الأدب المقارن والأدب العربي المعاصر المترجم حسب قرار الجامعات الإسبانية خبر أعلن عنه رضا مامي ليلقى استحسان النخبة المثقفة. هذا يعتبر في حد ذاته إنجاز عظيم، معناه لأول مرة الأدب التونسي معناه سوف يدرس في الجامعات الإسبانية ولربما كذلك الجامعات أمريكا اللاتينية. احنا قرينا الترجمات نتاع المؤلفين نتاع، سمعنا على تشي جيفارا، سمعنا على بابلو نيرودا، سمعنا على أورتيغا كاسيت، معناها هذوما علماء وفلاسفة وأدباء إسبان ولا لاتينو أمريكان، ولا نهار خلطتنا معناها خلطت الادب نتاعنا التونسي، نحكي بخلاف العربي الى امريكا. تصور انت الباب هذا معناها ليفونتاي نتاع لي بوسيبيليتي نتاع باش يمشي لامريكا اللاتين. ابو القاسم الشاب الذي تغنى بالحياه غنية تمس شعره باللغه الاسبانيه لتضفي مسحه من البهجه والحياه. ختام ونشر مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. نور الدين الطبوبي يتسلم رسميا مهمة الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل وموكب لتكريم حسين العباسي.
مرور 3 سنوات على ميلاد دستور الجمهورية الثانية وسط تجاذبات سياسية تعيق تفعيل بعض نصوصه. روسيا تعلن تأجيل موعد مباحثة السلام بشأن سوريا في جنيف، والمعارضة السورية تبحث في موسكو مشاركتها فيها. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.